يعطيك العافية. الله يعافيك استاذ. واحد شاي. قد ايه؟ 5000. تشرف. بعزمك استاذ الفاتورة بس. شاي بابا. يا مرحب. شو عم تعمل هون؟ هوك طلعت روحي من القعده بالاوض فوق. جربنا الحبوس، الحبوس ارحم. صدقني كل شيء عم بيصير هون لمصلحتك انت وابن عمك، بس انت كمان لازم تتعاون معنا شوي. وك شو طالع بايدي وما سويته؟ ها وجودك هون خطر عليك وعلى شاهين. شو ساوي؟ بدك تعرفي انه شاهين ميت عند الكل. بتعرفي الكلام هذا شو معناته؟ يعني ما له غيري، وانا ما راح بتركه. كل ما تحكي هيك بتذكر فيك عمو سلطان الله يرحمه. تعيشي. شوفي حكيمه، اذا عن جد خايفه علي وعليه طمنيني باسرع وقت عنه. لو الموضوع بايدك كنت هلا طلعته من هون. نحن عم نعمل كل شيء بنقدر عليه، بس فرصة شاهين قليلة، ما بنعرف إذا بيزبط منا أو لا. هلأ منقول يا رب أكيد، بس لا سمح الله إذا يعني مثل أهلي تعرض حياتك للخطر كرماله. معلم أنت هون أنا عم فتش عليك. خير؟ شاهين صار له شيء؟ لا لا لا، بس قوم معي ضروري. يرجع